زلزال قوي يضرب المحيط الهادئ. ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر اليوم المحيط الهادئ بالقرب من جزيرة سيموشير ضمن مجموعة جزر كوريل الكبرى في منطقة سخالين الروسية. ووفقا لهيئة الزلازل الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية في سخالين، فإن مركز الزلزال يقع على بعد 59 كيلومترا جنوب جزيرة سيموشير وعلى عمق 110 كيلومترا. وأفاد علماء الزلازل بأن سكان جزيرة إتروب المجاورة لجزيرة سيموشير لم يشعروا بارتدادات الهزة الأرضية.